صباح الخير يا ابطال، كيف كل يوم؟ انا حلقات من جديد. شلون ان شاء الله تكون حلقات دقيقة لانه كتير شوب، ما عاد استحمل اني خليها اكتر من هيك، فمشان هيك حلقات لا تستغربوا ليش طالع مثل الصغار. المهم كيف كل يوم، شو الاخبار؟ راح بعد العطلة، بعد ما عطلنا يوم من التمرين، راح نرجع اليوم لبداية الجدول واللي هو صدر بايسبس. اليوم راح نبلش من جديد، بس حركات راح يكون تمارين غير مثل ما قلت لكم هذيك المره. لعبنا مستوي اغلب الصدر والسفلي، راح احاول اني نركز اليوم على العلوي اللي هو هون مشان نطلع هدول الحلوين، هدول العضلات اللي هون. اوف اليوم كتير الجو حلو على فكره وشوب، بس ان شاء الله يضل هيك، يعني انا بحب الشوب، ما بحب الشتاء طويل كتير هون، ف ان شاء الله يستمر هيك الجو على طول يا رب. المهم هلا شربت البروتين مع الفيتامينز، راح اكل شوي شوفان قبل ما هد للجيم، قبل ما اروح على الجيم. لا تنسوا الكارو قبل الجيم، شو ما كان، شوفان وحليب موز اي شيء، المهم بس لحتى اعطيك طاقه قبل النادي. اوكي، والبروتين بعد والبروتين بعد النادي. او قبل ما اروح نسيت لكم شغله، بدي اورجيكم هذا الفيديو كتير حلو، فيديو قصير بس راح اورجيكم في شغله كتير حلوه وانا ما بقدر اني استغني عنها. اللي بعاني كتير من العرق عندي لكم حل مناسب شباب، انا اكتشفته مؤخرا. كنزات هدول التيشيرتات من امريكا، التكنولوجيا تبعهم عاليه كتير، واللي هي عاملين مثل صمام واللي هي انتي سويت، يعني مضاد للتعرق. قد ما عرقت هون الطبقه كتير خفيفه، ما لها كتير سبيكه مثل ما كنتوا شايفين، يعني حتى لو لبست قميص لبست كنزه شو ما كان مستحيل يبين. كل هاي الطبقه اللي هون موجوده هي حوالي شي طبقتين ثلاثه، حط لكم الرابط تحت، موجود تحت بالوصف، بصندوق الوصف، مشان تشوفوا الموقع تماما وتعرفوا عنه اكثر عن هذا الشيء. انا مثلا بدي البس قميص، بدي البس قميص مثلا حتى ما بتبين. في أبات سبعة، في أبات مدورة، انتم كيف تحبوا، ما بين النوب. في منا عدة ألوان واللي هي الأسود والأبيض والرمادي، وحتى على لون الجلد بيجي شوي بيج أو قريب للأصفر شوي، فكتير منيح. شايفين كيف ما بتبين، ما بتضايق حتى تحت الكنزة أو تحت القميص، بتحمي من العرق، يعني بتضل القميص وبتضل الكنزة جديدة مثل ما هي. كتير حلو هذا الاختراع اللي عاملينه، انا كثير كنت عم دور عليه من زمان. واذا انتم كمان نفس الشيء مثل ما قلت لكم، الرابط موجود تحت بصندوق الوصف، بس روحوا وشيكوه ان شاء الله بيعجبكم. تمام، هي هذا القميص، راح احط لكم الرابط تبعه تحت، بتلاقوه تحت موجود. كثير ريح لي حياتي بصراحه، خلى لي اسهل بكثير. كنت كثير اعاني من مثل ما قلت لكم انه لما بلبس كنزة او شو ما بتلاقي غير طلع العرق، وهي سوائل يعني ما فينا نمنعها انه تطلع، بس هيك صار فيني اتحكم فيها. وكتير كنزات بصراحة لهلا ما احتجت اني اغسلها وامصان، لانه مثل ما هي رجعت جديدة اذا ما توسخت، المهم انه ما تكون فيها عرق. يلا بنروح على الجيم، بشوفكم هني. هلا رح نبلش باول تمرين، رح نلعب صدر. اول تمرين رح يكون ضغط دامبلز عالي، واللي هو على هذا الكرسي يكون عالي شوي حوالي 90 درجة. رح ننزل الدامبلز للاخير، رح نلعب 3 مجموعات، كل مجموعة رح نبلش ب 15 بعدين 12 بعدين اخر واحدة راح تكون 10. بين كل تكرار او بين كل مجموعة راح نريح حوالي 30 ثانية بس، مو اكتر من هيك. مثل ما كنتم شايفين هون انا بحاول اني اعصر الصدر شوي، اني ركز شوي، ما خليه يرتاح كتير الصدر، بحاول اني اضغط عليه اكتر بحيث اني ما رايحه مشان يضخم اكتر ويكبر. هاي التكنيك كتير حلو، انا دايما كنت استخدمه. هلا التمرين الثاني الصدر هو ضغط بالبار، هاي المرة على هاي المكنة الثابتة. رح بلش باول مجموعة 15 بعدين 12 بعدين 10، يعني 3 مجموعات. رح اتقل بكل مجموعة طبعا، وريح 30 ثانية بين كل واحدة وواحدة، بس شوفوا كيف انا بنزل للاخير تقريبا لحتى يكون في ضغط اكتر على الصدر، مو انه بس للنص. كمان هي صدر علوي،
مثل اللي قبلها هديك بدي أعمز وهي بالبار. التمرين الثالث بالصدر هلا فتح دامبلز عالي، هاي المرة هيكون غير هديك المرة، في منه بيلعبوا مستوي، انا راح العبه عالي على الكرسي يكون كمان مرفوع حوالي 90 درجة، راح افتح قد ما فيني. انتبهوا كتير من هذا التمرين لانه خطير كتير على الاكتاف، ممكن لا سمح الله يصير تمزق اربطة، فانتبهوا كتير شو عم تحملوا اوزان، بس شو بخفيف شوي شوي بتتعودوا عليه. تفتحوا ايديكم مثل زاوية منفرجة قد ما فيكم تفتحوا، وراح نلعبه سوبر سيت، راح العب معه التمرين هلا راح تشوفوه، راح العبه هذا التمرين 3 مجموعات كل واحده 10، بالاضافه لهذا وراه دغري، يعني 10 من فتح الصدر و10 من هذا الضغط، بحط مثلا دامبلز 2 قدام بعض وبنزلهم شوي شوي على الصدر العلوي، بحيث انه بصير في اكثر ضغط على الصدر اللي فوق. شايفين كيف سوبر سيت تاني، هاي المجموعة الثانية لعبت 10 فتح صدر، وهي 10 كمان هذا الضغط، يعني بصيروا 2 مع بعض سوبر سيت 20. هلا اخر تمرين بالصدر واللي هو سحب الكيبل لفوق، كمان هذا تمرين تركيز بحيث اني بضغط على الصدر لفوق، بحيث بجمعه كلياته هيك، لما بسحب الكيبل بجمعه فوق بيكون تركيز اعلى، وبتحس بالفرق لما تلعب هذا التمرين كتير حلو. راح العبه 3 مجموعات، كل مجموعه حوالي 10 او 12 حسب ما يكون عندي طاقه، طبعا يعني للفشل العضلي خلوه. هلا تمارين البايسبس، اول تمرين واللي هو رفع الدامبل جالسا، راح العب 3 مجموعات، كل مجموعه 10، يعني كل ايد راح يكون فيها 10 تكرارات، راح اعيده 3 مجموعات مثل ما قلت لكم 3 مرات، بين كل مجموعه 30 ثانيه استراحه، مو اكثر من هيك. فيكم تنوعوا بهذا التمرين، مثل ما تلعبوا جالسا ممكن توقفوا اذا بتحبوا اكثر، توقفوا تلعبوا رفع الدامبلز واقفا بيكون كمان نفس التمرين تقريبا، بس جالسا بيكون تركيز اكثر على البايسبس انه هي ترفع، مو انه بس عم ساعد برجليك او بظهرك.
التمرين الثاني بالبايسبس واللي هو سحب المسطرة لفوق، كمان هذا تركيز ما راح نتقل فيه، راح نحاول انه نعصر قد ما فينا البايسبس، نركز عليها كتير. ثلاث مجموعات هذا التمرين، كل مجموعة حوالي 12 إلى 15، يعني ممكن حسب ما يكون مثل ما تكون فشل عضلي، لا أدري بجوز يلعب 14 بجوز يلعب 15 حسب ما يكون في طاقة. منعيد ثلاث مجموعات. هلا التمرين الاخير بالبايسبس واللي هو تركيز بالدامبلز، راح احاول اني احط الكوع او ركز بخلف الايد خلف الذراع على الركبه وارفع البايسبس وارفع الدامبلز شوي شوي بتركيز على الباي على الذراع الامامي. هذا التمرين راح العبه ثلاث مجموعات، كل مجموعه 10 تكرارات، راح يكون وزن خفيف اول شيء، بعدين ممكن اني اتقل، بس هو اكثر شيء المهم بهذا التمرين هو التركيز على البايسبس، يعني تلعبه شوي شوي، ما في داعي للسرعة. إذا بدك تلعب سرعة خفف وزن ولعبه على البطيء أحسن. راح ابلش العب شوية سواعد، معلش مع هدول التمارين، بما اني لعبت باي ذراع امامي راح اكمل والعب شوية سواعد بالدامبلز، تحريك الدامبلز مثل ما كن شايفين بهذا التمرين ثلاث مجموعات، راح العب ممكن 20 تكرار بكل مجموعة او اكثر، ممكن يصيروا 25 تكرار بكل ايد. طبعا ركزوا كتير منيح على هذا التمرين لانه اذا ما لعبتوا صح راح يؤدي انه اصابة بالمعصم بالريست، فانتبهوا كتير. هذا كان كل شيء لليوم، بشوفكم شباب بكرة إن شاء الله بتمرين جديد.